بقى لياسر ريان في المنصوره والدنيا مقلوبه على ياسر ريان وانديه كتيره، احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس انا عايزك تقول لي الجديد. يعني اديني حاجات اللي انت ما بتقولهاش قبل كده، الاهلي والزمالك ومش عارف والاسماعيلي وعايزين ياسر ريان وياسر ريان منتخب مكسر الدنيا ياسر لا ريان. لا انا قصه اصلا، انا قبل ما اروح الاهلي اصلا الزمالك كان طالبني كابتن فاروق جعفر، رحت قعدت معاه في دار من الدور، كان معايا ديفيد مقاي كان هو المدير الفني، وكنا مسافرين تاني يوم مسافرين برشلونه. تمام. فقال لي ياسر انت اعمل حسابك انت موجود معانا، احنا هنرجع احنا خدنا الدوري سنه 91 تقريبا 90 91 خدوا الدوري الزمالك، وقال لي انت موجود معانا خلاص يعني الموضوع مقفول. وانا بالنسبه لي من جوايا الاهلي ما طلبنيش، ودي خطوه بالنسبه لي كويسه. اكيد مش معنى كده ان انا لو لعبت للزمالك ما كنتش هبقى هلعب ليه، لا هلعب، ده النادي الاهلي علمنا حتى دي كمان ان انا اروح لاي مكان لازم انتمي ليه. ف بس ما كنتش تبقى ياسر ريان. طبعا النادي الاهلي مش تقليلا برضو عشان لا 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 لا، لا ما احترمنا الجميع. يعني مش عايزين برضو نادي الزمالك نادي كبير ونادي ليه شعبيته وكل حاجه، بس النادي لا الاهلي لا لا نادي الزمالك نادي كبير طبعا، النادي الاهلي ليه مذاق تاني. كابتن مستر مانويل الجوزيه لما كان معايا فبقول له كان مين اللعيب اللي نفسك تجيبه؟ قال لي شيكابالا. بس للاسف هو راح الزمالك، يعني فضل في الزمالك بعد ما مضى للنادي الاهلي، وطبعا قال كل احترام للزمالك وكده وكده، لكن هو عارف مواصفات اللعيب. بالظبط. عارف امتى يبقى لعيب جامد جدا وازاي يكبر وفي اي مكان يكبر. بالظبط. مع احترامنا طبعا نادي الزمالك. طبعا. كبير ونادي فانت عارف لما يجي لك تاني يوم الكابتن صالح سليم يطلبني، او يجي لك ما كانش لسه الموبايلات موجوده، ويجي لي رساله عن طريق الاستاذ جمال هلال الموجود ويتصلوا بيا ويعرفوا يوصلوا يجيبوني في نفس اليوم. اللي المهندس عادل القيعي عرف ازاي الزمالك جالي، عارف منين مين، وانت عارف لا يعني انت لا زمان كمان الوضع مش دلوقتي، وقت ممكن اعرف اجيبك عن طريق حاجات كتير، زمان هتجيبني عن طريق تليفون الارض يخرج، مفيش موبايلات. لا ده عدي ما شاء الله. لا ده تعب، لا خلي بالك ده تعب معايا في صفقتي تعب. بس احلى موقف قابلني، احلى موقف وما زلت كنت قال لي ياسر، هو الاستاذ ربنا يديله الصحه ابراهيم المعلم. قال لي ايه بقى؟ قال لي خلاص احنا متفقين نادي المنصوره هيطلع الاستغناء للنادي الاهلي، هنتقابل في جزيره الورد، بس انا عشان اروح اقابل المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المعلم هنتقابل فين؟ في طنطا. هنتقابل في طنطا، انا هروح اجيبهم من طنطا عشان نمشي ورا بعض نروح جزيره الورد. تمام. فهو انا رايح قال لي هنتقابل عند ايه؟ محلات السيد اللي بتبقى في المحلات كلها بتاعت الحلويات دي. السيد قال لك هنتقابل فين؟ هنتقابل عند محل السيد البدوي. انا رحت ده المهندس عدلي. المهندس عدلي رحت طنطا لقيت كل المحلات مكتوب عليها السيد البدوي. انا رحت المحلات دي كلها فانا اروح عند محل فيهم. طب استنى بقى نرحب بملك الصفقات. المهندس ومهندسنا الجميل المهندس الكبير مهندس الصفقات مهندس عدلي القيعي، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا كابتن عبد الحميد وازيك يا كابتن ياسر؟ ازيك يا باشمهندس؟ ده انا مش عايز اقول لك، انا احسد نفسي ان انا كده مداخلتين في اسبوع حاجه بصراحه يعني حاجه تفرح. لا ده جميل يا حبيبي. ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ الله يخليك. طمنا عليك الاول. لا انا بخير الحمد لله. يعني انا بحاول اتعلم منك كده لما الضيوف بتدخل لك وتقعد تجيبهم واحده واحده عشان تاخد منهم اخبار. هاخد مني انا ايه؟ مش هينفع. لا انا اللي عايز اخد منه. انت عايز تاخد. ما التانيين بيبقوا ضيوف بقى، انا مش ضيف، انا صاحب بيت. طبعا صاحب بيت طبعا. ياسر كان لسه دلوقتي بيقول على الموقف اللي حصل مع حضرتك، وبيقول ان حضرتك تعبت جدا جدا في صفقه ياسر ريان. لا هو وانا لحقت في الاخر، هو بيقول لك قال لي بلاش نتقابل في المنصوره، في المنصوره تجي لي في طنطا فعند محلات الحلويات دي السيد البدوي. لا محل شهير كده يعني، بس مش عايزين نقول الاسماء يعني. تمام. فالمهم يعني انا ايه السبب في هذا الكلام؟ ان انا قبليها بشهر كلمني اللي هو ابراهيم مجاهد قال لي خلاص احنا موافقين وتعالى خلص وبتاع، وطلبت من صلاح حسني قلت له صلاح يعني جهز فلوس عشان نديله فلوس وناخد الاستغناء واحنا قاعدين. تمام. هو بقى المنصوره دي يعني بلد ليها خصوصيتها اكيد، وهو كان ابراهيم اللي هو ابراهيم مجاهد راجل شاطر قوي يعني. فراح مسرب ان انا جاي اخلص في ياسر ريان. لقيت دخلت البلد انا وصلاح حسني لقيت الناس بتحيط بنادي المنصوره. المهم يعني ما خلصناش يوميها. تمام. قالوا لا وبتاع وما سيبوش ومش عارف ايه والكلام ده. فلما جاي بعديها بشهر بيقول لي
يعني عايزين نخلص بقى وبتاع. قلت له مش هروح المنصورة، عايزين نخلص تعالى قابلني في طنطا ارض محايد. وقلت لياسر هذا الكلام. كان الخلاف كله على 25,000، احنا وصلنا 125 وهم طلبوا 150. كابتن قال لي بص يا عدلي احنا عرضنا 100 فقالوا 125، عرضنا وفقنا على 125 النهارده بيقولوا 150. انا مش موافق. قلت له كابتن الولد دلوقتي يعني هو بيع كل الدنيا عشاننا. فياسر قال لي انا مستعد ادفع حاجه، يعني انتوا مش هتدوني فلوس؟ فكابتن قال لي طبعا هنديله، بس اذا كان بقى هو عايز يتبرع الشيك يطلع باسمه وهو حر فيه عشان ما يجيش يقول انا ما خدتش من الاهلي حاجه. قلت له خلاص. الله الله. فانا بقى حبيت اعمل يعني ايه، صعب عليا ياسر. طلعت طب يا كابتن هنطلع شيك ب 125 وهنطلع شيكين، واحد ب 20 وواحد ب 5 والاثنين باسم ياسر. قال لي ليه؟ قلت له يعني هحاول اخليه يحتفظ بابو خمسه ده. قال له شو بقول ابو خمسه ده؟ يعني الراجل عايز يشتري بدله، عايز يشتري بتاع، يخش كده عيل على الاهلي وفرحه من راح النادي الاهلي. لا ده حقيقه مش المهم انا قابلني ولما رحنا ثاني يوم للكابتن صالح. رحنا بقى اتقابلنا في طنطا في كافيتيريا كده على الطريق. وبعدين جم الناس وامين الصندوق والمفوضين يعني من نادي المنصور، فانا بطلع على 125 قلت له ده النادي هيدفعه، فقال لا احنا متفقين على كذا. قلت له ما هو ياسر طلع له شيكين دلوقتي، واحد ب 20 وواحد ب 5، انت عايز ايه يا ياسر؟ قال لي خلاص اديله يا باشمهندس اللي هم عايزينه. قلت له ادي 20 سيبوا له بقى الخمسه دقايق. راح خاطف الشيك من ايدي الشيكين اهو، والله قال لي انت عايز تجيب لنا وجع دماغ ليه؟ راح ناتش الشيكين من ايدي بطريقه ضحكتني وضحكت ياسر يعني. قلت له يا عم بس سيبوا له ده. قال لي لا 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 مش هينفع خلاص. انا يعني الحقيقه ياسر كان حريص جدا ان نودي النادي الاهلي. اكيد اكيد يا باشمهندس اكيد. لا ده مره عمل فيا حاجه ما تتنسيش. قول لي بقى. كل شويه كنت بتصل بيه. هو بقى كان من قلقه يا حاج اي وقت يجي في دماغه يقلق من نوم بالليل يروح في اسبانيا. وانا في اسبانيا انا عند حماتي وكنا بايتين يوميها عندها 6 الفجر. ها؟ معرفش جاب التليفون بتاع حماتي منين. بس والله يا باشمهندس سألتك معاه فعلا والله ده حقيقي. ياسر يا ابني انت مش سافرت؟ كانوا مسافرين العمو. عقبال كده ما تتعب مع احمد برضه. مسافرين العمو الاولمبيا. قال لي لا لا ما انا جبت التليفون مفيش اخبار. قلت له اخبار يعني. بس احمد مش تعبك في النادي الاهلي. قلت له قعدت عندي اخبار الساعه 6 الفجر يا ياسر. ارجع تلاقي اخبار كويسه. ربنا يديك الصحه يا باشمهندس والله. الله يخليك. يعني مش